في لبنان قتلت سيدة سورية وأصيب عدد من الأشخاص في تفجير عبوة ناسفة قرب مدينة زحلة، وأكدت السلطات اللبنانية أن الانفجار نجم عن تفجير عبوة ناسفة زنتها 4 كيلوغرامات من مادة TNT. بعد فترة من الهدوء النسبي عادت الانفجارات إلى لبنان من جديد اليوم متسببة بمقتل سيدة وإصابة عدد من الأشخاص. وقالت وزارة الدفاع اللبنانية أن التفجير وقع في مستديرة كسارة زحلة في الساعة 1 ظهرا، مشيرة إلى أن القتيلة من التابعية السورية، فيما تحدثت وسائل إعلام عن وقوع عدد من الإصابات بين سياح أجانب. وفرضت قوات الأمن اللبنانية طوقا أمنيا حول موقع التفجير، فيما قام خبراء بالكشف عن الموقع وأكدوا أن التفجير ناجم عن عبوة ناسفة زنتها 4 كيلوغرامات من مادة TNT، وقد تمت المباشرة في التحقيق بالحادث بإشراف القضاء المختص. وأكدت مصادر قضائية أن قاضي التحقيق العسكري كلف الشرطة العسكرية بالتحقيق في الانفجار وطلب حضور الأدلة الجنائية إلى المكان. من جهته أوعز وزير الصحة وائل أبو فاعور للمستشفيات باستقبال جرح الانفجار على نفقة الوزارة. يأتي هذا فيما نفت مصادر في حركة أمل أن يكون الانفجار قد استهدف موكبا للحركة كان في طريقه للمشاركة في إحياء ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر. ويأتي هذا التفجير في ظل استمرار الانقسام اللبناني والفراغ الرئاسي منذ أكثر من سنتين، فيما تتواصل التحذيرات من وجود خلايا نائمة للتنظيمات الإرهابية في لبنان ومن دخول مسلحين من التنظيمات الإرهابية التي تقاتل في سوريا من أجل تنفيذ عمليات إرهابية في لبنان، على غرار ما شهده العام الماضي واستهدف الضاحية الجنوبية وعددا من المباني والسفارات في بيروت.